يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة On Time Sports في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات برنامج أخبار On Time. إن شاء الله تكون حلقة مميزة كالعادة. زي ما احنا متعودين معاكم هيكون لينا جولة في الساحة المحلية من خلال أخبارنا الخاصة، كمان تغطيتنا مستمرة لكل أخبار وكواليس كأس العالم 2022. كل ده تحت شعار واحد، شعار أن كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وعاداتها وتقاليدها، حاجة واحدة بس بتجمعنا وهي الرياضة. خلونا بقى كده نبدا حلقتنا زي ما احنا متعودين مع ابرز العناوين. ميسي يغيب عن ميلان الارجنتين قبل نهائي المونديال. المغرب يحتج لدى الفيفا على حكم المباراه ضد فرنسا بمونديال قطر. المغرب تستضيف مونديال الأندية رسميا ومشاركة منتظرة من الأهلي. كولر يحذر لاعبي الأهلي من تكرار سيناريو الاتحاد السكندري أمام فيوتشر. والزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات أمام البنك الأهلي في الدوري. ومن العناوين هنروح لتفاصيل اخبارنا، والبدايه مع اخبار المونديال. نبتدي بقى كلامنا مع المنتخب الارجنتيني اللي رجع امبارح لخوض التدريبات بعد الراحه اللي حصل عليها لعيبه الارجنتين بعد الفوز 3-0 على كرواتيا في نصف نهائي المونديال. طبعا ده استعدادا لمواجهه صعبه امام فرنسا يوم الاحد الجاي على استاد لوسيل في نهائي كاس العالم. ذكرت بقى صحيفه اولي ان منتخب الارجنتين رجع للتدريبات بعد يوم راحه. انقسم الفريق لمجموعتين، المجموعه الاولى كانت البدلاء اللي ما انضموش للتشكيل الاساسي امام كرواتيا. وأضافت الصحيفة كمان أن البدلاء خدوا تدريبات مكثفة على أرض الملعب، وقامت بقى المجموعة الثانية اللي ضمت عناصر الأساسية بالتدريب في صالة الألعاب الرياضية. أشارت كمان الصحيفة إلى أن ميسي ورودريجو والحارس مارتينيز ما ظهروش خالص في أرض الملعب في أول ربع ساعة، اللي المفروض الربع ساعة دي بتكون مخصصة لحضور وسائل الإعلام. الصحيفة كمان قالت أن اللعيبة عملوا وكملوا تمرين في صالة الألعاب الرياضية للتعافي أكيد بعد المباراة القوية أمام كرواتيا. نروح بقى للاتحاد المغربي لكرة القدم، أنه هو قدم امبارح باحتجاج رسمي للاتحاد الدولي للعبة اللي هو الفيفا بشأن حكم مباراته أمام فرنسا في المربع الذهبي لمونديال قطر. خسر منتخب أسود الأطلس أمام ديوك فرنسا بهدفين دون رد في دور نصف النهائي لكأس العالم. جه بقى في البيان اللي أصدره اتحاد الكرة المغربي عبر موقعه الرسمي، احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي بقيادة سيزار أرتورو راموس. وأضاف البيان أنه تم توجيه شكوى للهيئة المختصة اشتملت على الحالات التحكيمية اللي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة طبعا المختصين في التحكيم. طبعا مستغربين في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة تقنية الفار لده. واضح البيان تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ان لن تتأخر في الدفاع عن حقوق منتخبها، مطالبة طبعا بالانصاف في اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي اللي تم على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم.
تعالوا بقى دلوقتي كده نطير لزميلنا العزيز خالد رزق في الدوحة ونعرف بقى كده هو فين وايه اخر الاخبار عنده. برحب بيك يا خالد. برحب بيك يا لينا وبرحب بكل مشاهدي قناة اون تايم في كل مكان. يعني بنستكمل بقى المسيره المونديالية، ولكن قبل ما نخوض المسيره المونديالية طبعا النهارده يعني خلاص كأس العالم للأندية هيكون في المغرب، وبما ان انا معايا صحفي مغربي دلوقتي عمر نصيري نتكلم معاه عن هذا الخبر الاول، وبعد كده نروح لاجواء المونديالية اجواء المنتخب المغربي اللي هيستعد لكرواتيا بشكل كبير. برحب بيك عمر على اون تايم سبورتس، كلمني على بقى الاجواء بالاول. نبدا ب يعني خلاص وجود كأس العالم للأندية في المغرب، والان اصبح الاهلي المصري قريب التواجد او خلاص اصبح متواجد في كاس العالم للانديه. السلام عليكم. بالنسبه لكاس العالم للانديه فاليوم تعلن رسميا انه غيتنظم في المغرب، وده مزيان للكره الوطنيه المغربيه في البلاد انه يتنظم التظاهره الكبيره المره الثانيه على التوالي في المغرب بمشاركه الوداد اللي هو البطل ديال دوري ابطال افريقيا، وحنا باقي كنتظروا شكون هو الفريق الاخر العربي اللي غادي يشارك في التظاهره الكبيره. بيقول يعني ان الكلام اللي بيدور ان الاهلي المصري بانه هو المركز الثاني فممكن يكون المرشح او المتواجد في كاس العالم، رايك في ده او توقعاتك؟ فحاليا الاخبار كتروج ان الاهلي المصري هو اللي غيشارك كوصيف بطل دوري ابطال افريقيا، فاحنا باقي كننتظروا نتمنوا يكون شي فريق مغربي اخر، لماذا لا؟ بس هيكون من صعب اثنين ناديين من نفس الاتحاد يعني. حيت الوداد فاز بدوري ابطال افريقيا، هو صراحه خص يلعب بالادوار الثانيه، والمغرب اللي تنضف لكاس العالم خاص شي فريق اخر يعني كبلد منظم، حيت الوداد ديجا فاز بدوري ابطال افريقيا. نطير بقى لقطر اجواء كاس العالم الحاليه، شفت ازاي مباراه المغرب الاخيره امام المنتخب الفرنسي؟ وكان هناك يعني بعض اللاعبين اللي كانوا نزلوا وكانوا مصابين وخرجوا يعني بدري، ممكن في النور اللي هيبدا هذه المباراه ولم يبدا، وايضا كان هناك بعض التغييرات، شفت ده ازاي من وجهه نظرك؟ بالنسبه للاعبين اللي كانوا مصابين كان غانم سيس يعني بديك بالروح القتاليه وحب الوطن انه بغى يلعب المباراه وخا هو مصاب، لكن ما قدرش يكمل المباراه. بالنسبه للمزراوي هو كذلك، ولكن اللاعبين كاملين اللي دخلوا قدموا اداء جيد. فرنسا ما كانش بالمنتخب اللي هو صعب، استغل جوج الاخطاء في الدفاع وسجل هدف، وبلا ما نساو التحكيم اللي قتل المباراه اللي حيد جوج ضربات جزاء المنتخب الوطني المغربي، وواحد اللقطه انا ما فهمتش الصراحه، ضربه جزاء لسفيان بوفال جا عطاه بطاقه صفراء خد على انذار، ما فهمتش الصراحه ديك اللقطه بصراحه. المباراة القادمة تكون المغرب مع المنتخب الكرواتي، كلمني الأول عن ردود الفعل في المغرب عاملة إزاي بعد انتهاء المباراة أمام المنتخب الفرنسي؟ هل كان الشعب المغربي أو الجمهور المغربي كان حزين على خسارة أمام المنتخب الفرنسي وكان شايف إن في أي شيء سلبي، ولا شايف إن في إيجابيات بالتأكيد حصلت لوجود المنتخب المغربي في المربع ده؟ بحد ذاته هذا إنجاز كبير، هذا فخر لنا إحنا كمغاربة كاملين كعرب، والمغرب شرف الكرة الإفريقية، الجمهور في المغرب فرحان لولا الهزيمة. فرا الجمهور المغربي كان فرحان بزاف بزاف، والناس الناس كاو على التحكيم، مرة المغرب شرف الكره العربيه والافريقيه والعالم كله كيدوي على المنتخب الوطني المغربي. يمكن العالم كله بيتكلم دلوقتي عن المنتخب المغربي وعن الاداء الكبير اللي اثبت نفسه اكيد في هذه البطوله. ايضا المباراه القادمه امام كرواتيا تكون مباراه ايضا صعبه، مباراه على الثالث والرابع، ومن احاديث وتصريحات الجراج ان هو بيتكلم على انه يكون في تركيز كبير جدا لهذه المباراه وهيسعى ان هم يفوزوا بهذه المباراه لحصول على المركز الثالث. من وجهه نظرك هتكون مباراه عامله ازاي وصعوبتها تكون عامله ازاي؟ المركز الثالث راه فيها بوديوم حتى راه فيها ميداليه، يعني راه اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي راه قادين على المسؤوليه، وان شاء الله نتمنوا خير المنتخب الوطني المغربي، نتمنوا ليه غدا الفوز امام المنتخب الكرواتي، وان شاء الله راه غادي يكون استقبال سواء ربحوا سواء خسروا غادي يكون استقبال كبير لهم في المغرب، وهذا فخر لينا احنا كمغاربه، وان شاء الله غدا راه اللعابه غيتقاتلوا ان شاء الله غيفوزوا على كرواتيا ان شاء الله. ابن عسايس ومزراوي هل خلاص بقوا جاهزين للمباراه القادمه ولا مازالوا لسه في اصابه؟ على ما اظن غانم سيس غيكون غائب غدا، غيكون غائب المباراه. المباراه اللي فاتت يمكن الاصابه زادت عليه شويه فخرج كبديل، لكن المزراوي مزراوي سيكون حاضر، غانم سيس الغياب الوحيد ان شاء الله اللي غيكون غدا ان شاء الله. نتمنوا خير غدا ان شاء الله ونتمنوا الفوز للمنتخب الوطني المغربي، لان المنتخب الكرواتي لعبنا مع المباراه الاولى انتهت بالبياض بالتعادل، ان شاء الله يوم غد غنفوزوا ان شاء الله، واللاعبين يحتفلوا في المغرب يكون الاحتفال كبير ان شاء الله.
بنشوف الضغط الجماهيري والتشجيع الجماهيري للمنتخب المغربي بعدد كبيرة جدا. الاستاد بيكون ممتلئ، وخارج الاستاد ايضا بيكون في تزاحم كبير جدا خارج الاستاد، بيتابعوا المباراة من الخارج وينتظروا انتهاء المباراة. بتشوف ده ازاي والتلاحم بقى العربي اللي بنشوفه كل المنتخبات او كل المشجعين العرب اللي متواجدين في دولة قطر وغير دولة قطر، بالتأكيد في روح كبيرة جدا وحماس كبير جدا للمنتخب المغربي. نعم، خصوصا كان الجمهور السعودي اللي انتقل بقطر للدوحه باش يشجع المنتخب الوطني المغربي. والمغرب معروف بحب الكره، كيف ما شتي في مجر روسيا راه كان كله مغربي. هنا في الدوحه كتشوف الجماهير المغربيه كلها مدوره التيران، اكبر عدد حضور جماهيري لا في الداخل ولا في الخارج. وتشير معروف ان احنا المغاربه كنموتوا على الكره، الجماهير كتحب الكره بزاف. وراك اعتقد ان شارع قطر دلوقتي بقى حافظ اغاني مغربيه كتير وتشجيع مغربي كتير، ودايما ماشيين كده في الشوارع الناس كلها بتتكلم وبتقول ديما مغرب، اي حد لابس تيشرت مغرب. خلاص بقى فيه يعني ثقافه جديده موجوده، وبقى المغرب اثبت نفسه عند المنتخبات الاوروبيه ايضا. يعني هنا في قطر جميع العرب، قطر، السعوديه، السودان، كل شيء كتشوفه بقميص المنتخب الوطني المغربي، كل شيء باغي شعار المنتخب. يعني المغرب شرفوهم، والسعوديين كيقول لك احنا المغاربه عزاز علينا بزاف، وكنشكرهم حتى هما اللي جاو ساندوا المنتخب ديالنا، كنشكرهم بزاف. طبعا المنتخب المغربي عنده خط دفاع قوي، المنتخب الكرواتي عنده خط دفاع قوي. المنتخب الكرواتي من المنتخبات اللي بتلعب بطرق شويه هاديه في الملعب، ولكن منتخبات صعبه، يعني منتخب صعب اختراقه. بعد انتهاء مباراته امام الارجنتين وخسارته، اكيد المنتخب الكرواتي عايز يعوض ده تاني، وعايز يكون بشكل مميز امام المنتخب المغربي. هل شايف ان ممكن الكروات يكونوا اقوى او اعلى في هذه المباراه؟ يعني المنتخب الكرواتي امام المنتخب الارجنتيني كيقول لك اللي كيخرج يلعب كره كيخسر. يعني المنتخب الارجنتيني خرج يلعب كره، تسجل عليه جا خطا ضربه جزاء، يعني تسجل عليه الهدف الثاني بعد 5 دقائق. يعني المنتخب الكرواتي خرج يلعب كره خسر. يعني المنتخب الوطني انه لو لعب كره او لعب فنيات هيخسر. نعم، اللي كيخرج يلعب كره، شوف المنتخب الوطني المغربي خرج يلعب كره، يعني فرنسا ربحات بالاسلوب ديال المنتخب الوطني المغربي. نعم، المرتدات والاخطاء. وغدا ان شاء الله تكون مباراه صعبه، اللاعبين خصهم يتوقفوا في نفسهم، وان شاء الله يكون خير، وان شاء الله نربحوا هذه المباراه ونفوزوا بالمركز الثالث. بشكرك جدا. شكرا. شكرا. يعني لينا ده كان لقائي مع عمر وحديث عن المنتخب المغربي وعن الاجواء في مباراه الغد. طبعا الشارع في دوله قطر في التوقيت الحالي خلاص بقى الشيء اللي دايم فيه والشيء اللي ظاهر فيه دايما هو تيشرتات المنتخب المغربي واعلام المنتخب المغربيه، بخلاف طبعا باقي الاعلام العربيه اللي بتكون موجوده. وطبعا بقت الاسواق بالليل موجوده عباره عن احتفالات حتى بعد انتهاء المباراه السابقه امام المنتخب الفرنسي. كان هناك ايضا مؤازره كبيره من كل الشعب العربي بكامله للمنتخب المغربي. والشيء اللي دايما جميل واحد بقى بيحبه ان هو اثناء مرور الماره في اي مكان بيبقى في احاديث كده بين الجمهور وبعضهم، اللي لابس تيشرت الارجنتين يقولوا وينو ميسي، اللي لابس تيشرت المغرب يقولوا ديما مغرب. بقى في بعض الكلمات اللي بتتقال لكل المشجعين الموجودين في روح جميله وفي روح اكيد رياضيه ممتعه جدا بنعيشها من داخل دوله قطر واجواء عن المونديال. وطبعا ان شاء الله بكرة المغرب تكون موفقة أمام المنتخب الكرواتي وتستطيع أن هي تحرز المركز الثالث في بطولة كأس العالم وتشرف العرب أكتر وأكتر وتفضل مستمرة في النجاح دايما. إن شاء الله في باقي النسخ نشوف المنتخبات العربية هي اللي تكون صاحبة الأماكن الأكتر أو المراكز الأعلى في بطولات كأس العالم. يعني لينا نعود إليك مروه في الأستوديو، اتفضلي. بشكرك جدا زميلي العزيز خالد رزق، يعني اوفتنا بكل ما هو كده ايه جديد ومستجد عندك، وبصراحه دايما بتمتعنا بكل مره بتطلع معانا هنا في البرنامج طوال طبعا تواجدك في كاس العالم. بمناسبه بقى الكلام عن المغرب، واكيد طبعا كلنا بنتمنى للمنتخب المغربي التوفيق في مباراه غدا. مدير الفني وليد الركراكي اكد لمنتخب المغرب ان الهزيمه امام فرنسا في مباراه الدور نصف النهائي لكاس العالم كانت اكيد خيبه امل للمنتخب المغربي، لان اسود الاطلس بيستهدفون انهاء مشاركتهم بالمونديال بحسم المركز الثالث. وقال كمان وليد الركراكي في تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل مواجهه كرواتيا: لست بحاجه الى تحفيز لاعبي الفريق، هم يمثلون المغرب، وسندفع باقصى قوتنا لحصد المركز الثالث، ونريد ان نرفع تصنيفنا في الفيفا، وادائنا في المونديال سيؤثر على ذلك، ونريد ان نظهر للعالم طبيعه الكره المغربيه. أكد رومان سايس قائد المنتخب المغربي أن منتخب بلاده يسعى لتحقيق الفوز على نظيره الكرواتي في المواجهة اللي هتجمعهم غدا يوم السبت لتحديد المركز الثالث.
أعرب كمان سايس في تصريحات صحفية عن فخر المنتخب اللي وضع بصمته بصمة استثنائية بالمونديال في مسيرة المغرب الرياضية، وكمان قال هناك خيبة أمل لكن دعونا لا ننسى أننا حققنا شيئا استثنائيا ولا تزال هناك مباراة أخرى ونريد احتلال المركز الثالث، هذا الأمر سيكون رائعا. تعالوا نطلع بقى فاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا هنا في أخبار أون تايم. ورجعنا لكم مرة تانية، وبقى قبل ما نبدأ كلامنا عن أخبار الأندية المصرية ومباريات النهاردة في خبر مهم جدا، وهو أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة كأس العالم للأندية 2022 في دولة المغرب مع احتمالية مشاركة النادي الأهلي للمرة الثالثة على التوالي. وأوضح إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم يوم الجمعة أنه تم اتخاذ قرار إقامة مونديال الأندية لعام 2022 في الفترة من 1 لحد 11 فبراير من العام المقبل 2023. من المنتظر أن يشارك الأهلي في مونديال الأندية باعتباره أكيد وصيف دوري أبطال إفريقيا في ظل اعتبار الوداد المغربي هو منظم البطولة واستحالة ضم فريقين من نفس الدولة حسب طبعا لوائح البطولة. بينتظر الأهلي صدور قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركته في مونديال الأندية المقبل تحسبا لإجراء أي تغيير في لوائح المسابقة خلال الفترة القادمة. كما ينتظر فريق الهلال السعودي قرار رسمي من الفيفا بمشاركته في كأس العالم للأندية، وكمان طبعا كأس العالم للأندية بالمغرب باعتباره طبعا حامل لقب النسخة الأخيرة في ظل كمان عدم انتهاء من النسخة الجارية حتى الآن واستحالة حسم المتوج باللقب قبل موعد انطلاق المونديال. نروح بقى دلوقتي لأخبار النادي الأهلي. وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحذير شديد اللهجة للاعبي من خطورة عدم تنفيذ تعليماته في مباراة فيوتشر اليوم بالدوري زي ما حصل كده في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة. عقد كولر جلسة مع لاعبته لشرح الأخطاء اللي وقع فيها اللعيبة خلال مباراة الاتحاد السكندري اللي فاز بيها الأهلي بثلاثية دون رد. أبدى المدرب السويسري عدم رضاه عن اللعيبة لعدم طبعا تنفيذ تعليماته رغم الفوز بثلاثية، مؤكد ان هو مش هيقبل بتكرار مثل هذا الامر في اي مباراه مقبله بدايه من مواجهه فيوتشر، مشددا على ضروره التزام كل لاعب بدور المكلف به طوال احداث المباراه. كمان حصل محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي على جائزه افضل لاعب في الجوله الرابعه من بطوله الدوري بناء على تصويت الجماهير. وظهر محمد الشناوي بمستوى مميز جدا في مباراه فريق الاهلي امام الاتحاد السكندري وتصدى لضربه جزاء الى جانب انقاذه لاكثر من فرصه في اللقاء اللي شهد فوز الاهلي 3-0. حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي على عقد جلسه مع محمد الشناوي حارس مرمى فريقه، وجه اكيد خلال مدرب السويسري التهنئه للحارس على ادائه المميز في مباراه الاتحاد السكندري اللي فاز بيها المارد الاحمر بثلاثيه دون رد. أسندت نجلة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلي وفيوتشر إلى الحكم أمين عمر، وهيعاونه كل من هاني عبد الفتاح وعمر فتحي وأحمد ناصر وسيد شعبان حكم فيديو ومحمود أبو الرجال حكم مساعد فيديو. كمان بقى هيخوض الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي فيريرا مواجهة قوية جدا أمام البنك الأهلي في المباراة المقرر ليها الساعة 5 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي. طبعا دي ضمن منافسات الجولة السبعة في لقاء من المتوقع ان يحمل طابع كده الندية بينهم في ظل اكيد القيادة الفنية الجديدة للبنك الاهلي مع حلمي طولان. ومنح كمان فريرا لعبته تعليمات فنية خاصة جدا طلب منهم تنفيذها وعدم الخروج عن القواعد الخاصة طبعا المتفق عليها من اجل تفادي الاخطاء اللي من شأنها التأثير على نتيجة اللقاء. كمان شدد عليهم ضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص بالشكل الأمثل وعدم التهاون أمام مرمى الخصم وكمان ترك الاستحواذ ليهم من أجل مواصلة الانتصارات. حصد ثلاث نقاط للتقدم في وحصد عفوا ثلاث نقاط للتقدم في جدول الدوري الممتاز. أسندت بقى لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة البنك الأهلي والزمالك إلى الحكم نادر قمر الدولة ويعاونه كل من أحمد صلاح، هاني خيري،
محمود ناصف محمود الدسوقي حكم فيديو، وشريف محمد عبد الله حكم مساعد فيديو، ويدير مباراة كمان الحرس والمصري في الجولة السابعة كل من وائل فرحات، هاني العراقي، محمد مجدي الشيخ، وابراهيم محمد ومحمود ناجي حكم فيديو، واحمد توفيق طلب، بينما كمان يدير مباراة الاسماعيلي وبيراميدز كل من عبد العزيز السيد، احمد حسام طه، خالد حسين، اسامه اسماعيل، محمود عاشور حكم فيديو، وشهاب راشد. لسه مع اخبارنا في النادي الاهلي، وهيغيب بيرسي تاو لاعب الاهلي عن صفوف فريقه لمده شهر كامل بعد ما اثبتت الاشعه اللي خضع ليها تعرضه لاصابه بشد في العضله الخلفيه، واللي لحقت بيه في نهايه مباراه فريقه الاخيره ضد الاتحاد السكندري. بيغيب بيرسي تاو عن الاهلي لمده 30 يوم في 7 مباريات في الدوري امام كل من فيوتشر، فاركو، سموحه، اسماعيلي، بيراميدز، ام بي، والمصري. وعايزه اقول لكم ان شارك بيرسي تاو في 5 مباريات في الموسم ده، سجل خلالهم هدفين ولم يصنع اي هدف. تترقب خزينة النادي الأهلي الانتعاش بمبلغ مالي كبير من نظير مشاركة اللاعب السابق المغربي بدر بنون مدافع منتخب أسود الأطلس بعد وصوله إلى يومه طبعا قبل الأخير في بطولة كأس العالم عقب خسارة مباراة الدور قبل النهائي أمام فرنسا، والانتقال للعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع منتخب كرواتيا يوم السبت المقبل. مفروض ان بتنص لوائح اتحاد الدولي لكره القدم فيفا بحصول كل نادي على 10,000 دولار مقابل كل يوم بيأديه اللاعب في معسكر منتخب بلاده خلال مشاركته في كاس العالم بدايه من 14 نوفمبر حتى نهايه مشواره بالبطوله. رشح بعض وكلاء لاعبين على إدارة النادي الأهلي المهاجم الأنجولي جو مهاجم فريق ساجرادا الأنجولي للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط الهجوم الأهلي. وقال كمان مصدر داخل القلعة الحمراء أنه تم ترشيح المهاجم الأنجولي على مسؤولي القلعة الحمراء مصحوبا طبعا بتسجيلات خاصة للاعب مع فريقه الأنجولي، والتسجيلات دي بتشمل أفضل أهدافه ولمساته لحسم كده موقف من التعاقد معاه. أكد كمان المهاجم الأنجولي بيتمتع بإمكانيات هجومية قوية جدا حيث سجل صاحب ال 26 عام 9 أهداف في 25 مباراة خلال الموسم الحالي بواقع 8 أهداف في الدوري وهدف في دوري أبطال أفريقيا. تعالوا بقى نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا هنا في أخبار أون تايم. برحب بكل مشاهدينا من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة أخبار الألعاب الأخرى. هنبدا اخبارنا مع بطوله مستر اولمبيا اللي بتلاقي اهتمام كبير جدا من المصريين حاليا، حيث بتقام اليوم يوم الجمعه عمليه التحكيم السري ببطوله مستر اولمبيا لكمال الاجسام، ومفروض ان البطوله بتقام بولايه لاس فيجاس بمشاركه بعدد كبير جدا من اللاعبين المصريين. من المقرر ان يقام التحكيم السري لفئه وزن 212 بينما يقام النهائي بالاضافه للتحكيم السري للوزن المفتوح اللي بيلعب فيه بيج رامي فجر يوم السبت. بيشارك في البطولة عدد من اللاعبين المصريين وهم بيج رامي، محمد امبابي، محمد شعبان، احمد الحلواني، محمد العظيم، احمد شكري، بينما انسحب حسن مصطفى لظروف صحية. عقد امس يوم الخميس المؤتمر الصحفي للبطولة بينما ينافس بيج رامي فجر يوم الاحد على ان يقام التحكيم السري لوزنه فجر يوم السبت. ونروح بقى للسكواش، واخر استعدادات بطوله العالم اللي بيواجه منتخب مصر للسيدات منتخب امريكا في مباراه قويه جدا بكره يوم السبت.
حيث اكدت انجي خير الله المدير الفني لمنتخب مصر لسيدات سكواش ان مباراه ماليزيا في نصف نهائي بطوله العالم للفرق ساعدت لاعبات مصر في الدخول في اجواء البطوله، خاصه ان مستوى المنتخب الماليزي قوي ومميز. اشارت كمان انجي ان المنتخب ادى مباريات قويه جدا منذ انطلاق بطوله العالم، مشددا طبعا على ان اقامه البطوله في ارض مصر بعد غياب سنوات بيشكل ضغط وفي نفس الوقت الدافع للاعبات. اكيد لاعبات مصر هتحاول ان هي تقدم افضل ما لديهم. وخلصت كلامها وقالت منتظر دعم الجماهير غدا في النهائي، واكيد مواجهتكم لينا ستكون فارقه جدا. وبيلتقي منتخب مصر مع الولايات المتحده الامريكيه غدا في نهائي بطوله العالم لسيدات السكواش للفرق. اكيد بنتمنى لهم طبعا التوفيق وان هم يفوزوا ويأدوا اداء كده مشرف زي ما احنا متعودين منهم دايما. بكده خلصت فقره اخبار الالعاب الاخرى، خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا هنا في اخبار اون تايم. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي وصلنا لاخر فقرتنا، فقره وان شوت. النهارده في وان شوت وزي ما احنا متعودين بنلقي ضوء على اهم اللقطات الايجابيه على الساحه الرياضيه. النهارده بقى هنتكلم كده عن حاله انسانيه بطلها دوغلاس راموس، والد اندريك لاعب بالميراس اللي انتقل رسميا لريال مدريد في عام 2024. بدأ الأب دوغلاس رحلة البحث عن فرصة لابنه لاحتراف كرة القدم لما كان بيشتغل كعامل نظافة في نادي بالميرس، ووقتها ابنه كان عنده 12 عام 11 عام، كان مجرد لاعب في أكاديمية النادي، ثم انضم الفريق الأول وهو في سن 16 عام، واختير أفضل لاعب واعد في بطولة البرازيلية. بالإضافة كمان لده حطم عدة أرقام قياسية في النادي لصغر عمره، وهو أصغر لاعب في تاريخ بالميرس بيلعب مع الفريق الأول، كان ساعتها عمره 16 سنة وشهرين و15 يوم، وأصغر لاعب كمان يسجل هدف. هو اللاعب الوحيد اللي فاز بالألقاب في جميع فئات النادي، وبعد كده وقع عقد مع ريال مدريد. أكيد العقد ده هيحول حياة أسرته للأفضل، وخلال تويل العقد ده بكى والده من الفرحة. بالتأكيد تحية خاصة جدا للأب اللي كافح عشان يشوف ابنه بيحقق النجاحات دي، وتحية أكيد للابن اللي كان قادر على ان هو يبقى قد المسؤولية اللي والده اداها له وقدر يحقق حلم أسرته وانضم لأكبر الأندية العالمية. بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برنامج أخبار أون تايم، يا رب نكون وفيناكم بكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية. أشوفكم بخير وإلى اللقاء.